من بعد 3 سنين من العلاج من مرض السرطان لماما، وصلت للاعودة، وصلت للعد التنازلي. بيجمعنا للعيلة الطبيب وبيقولنا للأسف أمكم صارت من ضمن الفئة اللي بيطلق عليها اسم الفئة المرض المستعصي أو العضال، واللي ما في أمل من العلاج منه. وأنا بنصحكم أنكم تروحوا على البيت تستمتعوا بآخر أيام وأشهر حياتها كعيلة. هلا تستمتعوا آخر أيام وأشهر حياتها يمكن مش كتير لبقين بجملة واحدة. طبعاً استنكرنا، طبعاً غضبنا، طبعاً جربنا نقاوم هاي الفكرة، فقلنا له ما في هلا مديسن جديد جاي من FDA قبل، ليش ما بنخلي ماما تجربه؟ قال غير مؤهلة. قلنا له بس طيب استنى شهر شهرين وخلينا نشوف، بركي بتتحسن ترجع بيزبط وضعها. قال المرض انتشر. قلنا له بس عمرها 63. قال هذا المرض مثل ما كلنا بنعرف ما له علاقة بالعمر، له علاقة بوين بيوصل الواحد مع المرض. أصر إنه نروح على البيت وقال إنه رح يحولنا لجمعية، هذا الكلام بالأردن، بتقدم شيء اسمه العناية التلطيفية، Home Hospice Care. العناية التلطيفية تقدم للناس اللي عندهم مرض مستعصي ما في أمل من العلاج منه، دعمهم طبياً نفسياً واجتماعياً بلا مقابل بالبيت للمريض وعائلته. أف. طب أنا صار لي أكثر من 20 سنة بشتغل بمجال العمل التنموي والاجتماعي ومع جمعيات الأهلية، ما بحياتي سمعت بشيء اسمه عناية تلطيفية، Home Hospice Care. شو بدها تيجي هالجمعية تعملنا؟ شو بدها تضيف لحياتنا؟ إنه يطلب منا الطبيب إنه نترك كل شيء ورانا، كيمو، راديو، مواعيد زيارة، علاج، أمل، نسكره كله ونروح على البيت لنستنى الموت. بالنسبة إلي هذا كان المعنى الحرفي لكلمة الاستسلام. منروح منتعرف على الفريق العناية التلطيفية، طبيب وممرضات، وبيشرحوا لنا إنه أهم مبدئين بيشتغلوا على أساسهم هو الحفاظ على نوعية الحياة والحفاظ على كرامة المريض، بحيث إنه المريض يشبه بطريقة بتشبهه، وإنهم راح يدعمونا لآخر لحظة. كان همي إنه ماما ما تعرف إنه هي بدها تموت، بكفي إنها راح تموت، ليش تموت؟ خايفة. جاوبني الطبيب جواب بشرح أنسب حياتي. قال لي لو أنا قلت لك إنك راح تهاجري بكرة على أستراليا، ما بدك تضبي أغراضك؟ ما بدك تجهزي حالك؟ هي كانت أول خطوة إلي في عالم العناية التلطيفية. هلأ هو حق المريض إنه يعيش مثل ما بده، يسكر أغراضه مثل ما بده ويضب أغراضه مثل ما بيحب، ولقلنا نحن كمان. الحقيقة من بعد الحديث معهم ولو إنه الوضع حزين وبائس، إلا إنه كان في شعاع صغير من الأمل إنه في حدا رح يمسك إيدنا للآخر، بدل ما نكون قاعدين لحالنا مع ماما ناطرين الموت يوصل لحدنا. منروح منبدأ نشوف أثر العناية التلطيفية، منرجع على البيت بدق الباب، تدخل نيرس معها عشان تأكبر منها. أول شيء بتعمله تدخل تقعد مع ماما. أحلى ما في جلستها مع ماما إنها كانت تعاملها كند، تعاملها باحترام، مش واحدة مريضة مغلوب على أمرها حرام بدها تروح، واحدة هي المحور وهي المركز، عن أكلها، عن وجعها، عن شو بتحتاج، عن شو بتحب، شو ناقصها بحياتها، كيف شو بدها تسترجع روتين بحياتها، وبتجاوب على كل أسئلتها، وبتروح تحكي مع طبيب الجمعية، مع طبيب ماما الأونكولوجيست، وبتعمل الكير بلان بحيث إنه كما شرحت لنا بعيدوا تنظيم الأدوية لتصير حياة ماما فيها نوعية حياة جيدة، تنام بالوقت الصح، تفيق بالوقت الصح، تاكل، تعيش. بعدين تقعد معنا كعائلة وبتسألنا، نحن بالأحرى اللي بنسألها مليون سؤال ما بيخلصوا. شو بنعمل إذا وقعت؟ شو بنعمل إذا نفسها تغير؟ شو بنعمل إذا سألت سؤال غريب؟ شو بنعمل إذا ماتت؟ بتجاوبنا على كل سؤال بكل وضوح وبتخلينا نفهم كل مرحلة شو رح تحمل نفسياً عاطفياً والأهم جسدياً من تخفيض الألم، وبتقولنا إنها رح تضل معنا لآخر يوم بحياة ماما. بيبدأ الأثر العملي للعناية التلطيفية. أول شيء بنقلب البيت، بنقلب البيت لمستشفى، تخت طبي من برا خشب ليشبه البيت، إلا إنه بيطلع وبنزل ليزبط، تقدر تقوم وتقعد منه براحة، ووكر، ميديكيشنز إلى آخره. وبيبدأ يبين الأثر على ماما أولاً. أول شيء الوجع بخف، متى ما الوجع خف قامت متخت،
ردت على التليفون، اجى اللحام اعطى اللحمه طبخت، عملت اجتماعات للمؤسسه اللي بتتطوع معها بالبيت، الاي في بايدها الشمال والقلم بايدها اليمين. طلعت مع صحباتها بنات صفها تشرب قهوه كم من مره، كانت تقيس نفسها لتشوف اذا عم يتدهور، تقول لي بليز احسبي لي قد ايه بضل بلا الاكسجين ماسك لاروح الحمام وارجع، وانا احط ايدي على قلبي اقول طب هلا حتشوف حالها عم تتدهور، يعني شو الفكره اني انا هلا اورجيها قد ايه عم تتراجع. الا انه وهذا من اسس العنايه التلطيفيه، انه هذا بيعطيها نوع من انواع المعرفه والسيطره نوعا ما، بضل عندها الابر هاند. بدأت تكتب كتاب صغير لتساعد الستات اللي عندهم كانسر، للأسف ما خلصته، إلا أنه باللي كتبته من بين كل فقرة وفقرة تحط ابتسمي وكوني جميلة، وهيك كانت. نحن العيلة عرفت تماماً الجمعية كيف تساعدنا نلعب أدوارنا الطبيعية من غير ما نحس حالنا متخدين، مش عارفين كيف نتعامل معها بهذا الوضع الغريب. فمثلاً إخواني اللي بتحب قعدتهم واللي بتستمتع بالأحاديث معهم وبضحكوها عملوا هالدور أكثر. أختي العملية اللي وقت الدواء ووقت الأومة ووقت الغداء بكل حب واحترام قامت بدورها، وأنا كآخر العنقود في العيلة أملأ الفراغ، بحب وبنحب وبعبط وبنعبط، وكنت تخصصي كان المخدة، ما حدا يستقل بالمخدة على فكرة، في راس في رقبة في شولدرز، وهدول لازم يعني هيك مثل الميكانيكي بتطلع بتقولي اوكي اجورت زبطي حالك هيك. بس الحقيقة انه هذه الفترة كانت يمكن من قد ايه صعبة بس من احلى الايام، لانه رجعت اليونت الاصلية، نحن الاربعة بالبيت مع ماما ومع بابا، وعم نتسأل طبعا كلنا نفس السؤال، معقول عم بيصير معنا هيك؟ وبابا شريك ماما لمدة 44 سنة ماسك كل الخيوط وعم بيدير كل القصة بالشراكة معها مثل ما كانوا طول عمرهم. أصدقائها، أهلها وأصدقائها، أهلها ما قصروا، لبوا كل احتياجاتها طبعاً بكل حب. أصدقائها ييجوا يحملوا حبهم عليها ويرموا عليها، اللي أم أخبار تقولها مين تزوج ومين اتطلق، واللي تعملها مساج وتريحها، واللي تيجي تصلي معها. طلعوا القلابين والصور، نطلع على حالنا احنا وصغار ونتذكر ايامنا كيف كانت، نقعد على الغداء ساعات ما بعد الاكل ونحكي كل القصص القديمه، وطبعا لازم تذكرنا كيف اختارت بابا من بين 22 عريس، طبعا هذه ما لازم حدا ينساها. ورجت ابني ساوند اوف ميوزك اللي كلنا الاربعه حضرناه، الاخوه اولاد اخواني لحق ابني يحضروا معها قبل ما تتوفى. نقعد احتفلنا بعيد ميلادها، وكان هذا لكم ما تتخيلوا الصورة اللي أخذناها، وكلنا عم نطلع بالصورة وعم نفكر كلنا إنه هاي آخر صورة وهذا آخر عيد. تحب الورق العنب والكوسة؟ اندبحنا من ورق العنب والكوسة، طنجرة داخلة وطنجرة طالعة، سبق مين بيعمل أحسن ورق عنب وكوسة. الحقيقة إنه لولا العناية التلطيفية والجو الإيجابي اللي خلقوا لنا إياه اللي قدرنا نعيشه مظبوط، كان البديل إنه ماما تكون بالمستشفى من غير أي سبب أو داعي طبي علاجي. نربيش طالعة من جسمها، بتاكل أكل ما بيشبه أكل البيت، منفصلة عن الحياة الاجتماعية اللي هي بتنتمي إلها خاصة بهذا الوقت لتودعها، مواعيد زيارة واحد منا بضل عندها والباقيين بيروحوا على البيت خايفين إنه بركن تتوفى بهاي الليلة هم مش جنبها. هاي الأيام كانت أيام حياة أكثر بكثير من أنها تكون أيام انتظار للموت. بدأ الوضع يتدهور وبدأنا نحس إنه قربت. بتحس ماما بالتغيرات اللي صارت معها. بتنادي الممرضة لاجتماع وبتطلب من بابا يضل برا لحتى تحكي معها على انفراد. بيقعدوا فترة بيحكوا، تسألها كل الأسئلة ماما اللي بيخطر على بالها. بتطلع الممرضة، بيدخل بابا وبتقول له أنا خلص ما ضل لي كثير. وبالفعل نبدأ نشوف الساينز العوارض اللي علمونا عليها باتجاه الآخر فيز. الحركة بتخف، الأكل بخف، النفس بيتغير، النوم بتزيد عمقاً وبالمدة، وعيونها بصيروا مثل الأزاز عم تطلع لبعيد كأنها إجر هون وإجر هناك. وطول كل هاي الفترة
الممرضة بتيجي كل يوم لتطمن إنها مش موجوعة وإنها نايمة منيح ومرتاحة، وبتحط لها تلج على تمها حتى ما تحس بالجفاف، وبتقيم الماسك كل شوي وبتحط كريم محل الماسك حتى ما يترك أثر على وجهها، مع إنه كلنا عارفين إنه هذا الوجه بده يروح بعد كم من يوم. البيت مثل المزار، أصدقاء وعيلة، وكلنا منروح واحد واحد لنحكي اللي بدنا نقوله ونطلع، لأنه هم طلبوا منا ما نتجمع بالأوضة بنفس الوقت، لأنه هذا الوقت إلها لتتحضر تترك، لتتحضر تفلت وتسلم. يوم الفالنتاينز 14/2 صباحاً، وإحنا بالصالون والبيت مليان، بتيجي الممرضة بتقولنا إجا الوقت تفضلوا. ندخل على الأوضة منلاقي ماما نايمة مثل ما كان كل الفترة الماضية، حلوة مرتاحة هفهفة وتكاد تكون جاهزة، ومنراقبها تلفظ أنفاسها الأخيرة. مع كل نفس منقولها شكراً على كل شيء، مع كل نفس منقولها ما تخافي علينا we will be fine، مع كل نفس منقولها الله معك، مع كل نفس منقولها رح نشتاق لك، وبتلفظ آخر نفس بكل سلام بكل رقة بتشبهها. ما كان في لحظة بحياتي أصدق من هاي اللحظة، فهمت شو يعني الموت هو جزء من الحياة، ولما قلت إنه هذا الوضع اللي قبلناه هو استسلام أنا كنت غلطانة 100%. نحن أبداً ما استسلمنا، بالعكس نحن كسبنا حياة وكسبنا كرامة وكسبنا وداع بليق فيها وبليق فينا. من بعد العزاء طلينا نحن متاخدين بشو هذا اللي شفناه، صح فقدانين ماما، صح مشتاقين لها، صح حزنين كتير، بس متاخدين بهالموت الجميل، متاخدين بهاي الأيام اللي كانت كلها حب وكلها حياة. وبدت القصة توضح بعقلي إنه العناية التلطيفية هي مش ورقة نعوة، هي عن الحياة مش عن الموت. إنه العناية التلطيفية تحمي المريض من أي إجراء طبي لا داعي له، وبس بنعمل على حساب صحته، حساب نوعية حياته وكرامته. إنه العناية التلطيفية تحمي المريض وبتساعدنا نطلع عليه للفل للآخر، مش بس لما يوقف فرص علاجه بتصير في جراي إيريا، من بعد ما توقف فرص علاجه لحد ما يروح هذه المنطقة اللي ما حدا فينا عارف كيف يتعامل معها. إنه العناية التلطيفية بتورجينا أهمية الخروج من الحياة واحترام أصولها، مثل الدخول إلى الحياة واحترام أصول الدخول إليها. إنه العناية التلطيفية بتحمي العائلة من بعد الوفاة بسنوات من إنه تندم تقول يا ريت عملنا هيك أو هيك. نحن اليوم ماما صار لها 10 سنين، كل ما نتذكر هاي الفترة بنقول الحمد لله حطيناها على راسنا من فوق. العناية التلطيفية عن الأشياء الصغيرة، عن لوحة على الحيط، عن كتاب جنب التخت، عن عائلة عم تتغدى مع سوا، عن ورق العنب والكوسة. الحقيقة إذا بدي ألخص شو عملوا لماما، بقول إنهم أنقذوا حياتها لتموت بسلام، وهذا بالفعل. من بعد فترة، بعد كم من سنة بلبنان محل ما أنا موجودة وساكنة، قررنا أنا وبعض الأصدقاء نشوف شو وضع العناية التلطيفية بلبنان، فلقينا أنه في كتير مقالات مكتوبة، في كتير أبحاث معمولة، في تدريب صاير لأطباء مختلفين ومختصين، وحسينا أنه في حاجة لجمعية تقدم هاي الخدمة من الألف إلى الياء مثل ما شفتها. فبسنة 2010 أسسنا جمعية سند للعناية التلطيفية. متأسس الفريق من طبيب وممرضات مش بس مؤهلين مهنياً ولكن إنسانياً، وحاملين نفس الفاليوز اللي لازم تنحمل بهيك تخصص. تشرفنا بأنه نشتغل وندعم 100 فوق 130 عائلة ومريض، وحتى نتأكد أنه إحنا
عم نقدم الخدمة والدعم بالشكل المضبوط. بنعمل طبعاً التحكم بالألام والدعم النفسي والاجتماعي. عملنا تقييم مع العيال بعد فترة من وفاة أحبائهم حتى بس نطمن إنه إحنا we are on the right track. من القصص اللي سمعناها واحد قالنا عن والده إنه قبل ما يتوفى اختفى نص نهار. وين راح؟ راح دفع إيجار البيت سنة لقدام عشان ما يتلبى كل عليه من بعد وفاته. واحد تاني قالنا عن أخوه إنه راح وضع أعز صديق عنده بالمستشفى قبل ما يموت. وواحدة قالت لها عن أمها اللي عندها كان سنس أوف هيومر وبتحب النكتة كتير، ظلت تنكت، الموجوع ما بنكت، ظلت تنكت لآخر لحظة. خليني أنهي بقصة صارت معي مع ماما. هلا إحنا قبل كم من يوم من وفاة ماما حسينا إنه لازم طبعاً ناخذ منوبات، فواحد بفيق والكل بينام، فكان دوري بالشفت. فماما نايمة وأنا قاعدة على الكاوتش سهرانة معها. بلحظة من اللحظات بنعس كتير كتير، فبدل ما أنام بحالة تأهب إنه والله إذا صار شيء لا سمح الله بقوم وبعمل شيء، لا والله حملت حالي ورحت على التخت تحت الحرام ونمت جنبها لتاني يوم الصبح. نومة شرعية 100%. تاني يوم تيجي أختي لتسلم الشفت تبعها بتقول لي عذبناكي والله كثير تعبتي امبارح بالليل الحقيقه يعني سهرانه. قلت لها مش بس هيك، وجعت لي ظهري كمان، انا نايمه على الطرف ما عم تتحرك امك، شيء مش معقول. ضحكنا على غلاصتي وكسلي، بس ادركت الحقيقه انه هاي كانت اخر مره من وراء العنايه التلطيفيه، اخر مره بصح لي اني انام بحضن امي. شكرا.